العالم كونه ينظر على دارفور ده ما بطال، نرحب بهم ونقول لهم يا اخوانا تعالوا، لكن ما تعالونا فاضي فاضي ساكت، تعالونا بالقروش، تعالونا بالبكج، تعالونا بالقفف، عشان الناس دي المحتاجين دارين ياكلوا يعني. فعشان كده انا ذاتي هسي يعني مسؤول بتاعت المنكوبين، وبالتالي انا بشيل القفه وبكون بشحت لي من العالم كله، سواء كان العالم العربي او عالم الاسلامي او عالم بصفه عامه او افريقيا بصفه عامه، فهكذا. فده الحاصل.